فوتي غيري تابك، عامل لك عشاء بجنن. شكرا حبيبي، لاني رح اموت من الجوع. ماهر؟ اها بلشنا. نعم. انت لما بتعمل هيك بحسك مذنب وضميرك عم يأنبك. حبيبتي انا لما بعمل هيك لازم تحسي اني دجنت، صرت داجن، يعني فيك تقولي بيتوتي تماما ووضعي ببكي. وانا مفروض ابكي؟ طبعا لازم تبكي كثير لانك بعد فتره رح تملي مني. وليش بقى؟ لانك بتحبي ماهر هداك. او مين ماهر هدا؟ ماهر اللي مستعد باي لحظه انه يهرب منك. قصدك تقول انه هي طريقتك الوحيده مشان تحتفظ فيني؟ ان شاء الله اكون غلطان. بيني وبينك انا حاسس حالي اني كبرت، صار بدي نجيب ولد. ما رح نجيب ولا؟ شو بك رويدا؟ احكي خوفتيني. كنت مفكرة انه ما بحياتك رح تقلي هالكلمة. مو من شي قليل اني كل مرة كنت ارجع فيها لهون. رويدا انت بيتي. انا بحبك. ماما لوين رايحة؟ عندي عشاء. وأنا؟ لا لحالي. لحالك؟ وأنتي ومين؟ أنا وعمو عدنان. مين؟ عمو عدنان. يا ستي هذا أخوها لرفيقتي بعرفها من زمان كتير، بس سافر على السويد طلع هجرة لهنيكة. عم هداك النهار مرق على الاتوليه بالصدفة، كان بده يجيب هدية لبنت خالته بنت عمه، ما عم تذكر. المهم قام عزمني على فنجان قهوة واليوم عزمني على العشاء. ولهلا لحتى تحكي لي؟ يعني انا ذكرت قبل بمرة وقلت انه بالصدفة. ايه بس انا ما سمعتك. ايوه طيب ليكي تاني مرة ركزي. ايه قلتي قدام الكل انه انت وياه طلعتوا شربتوا قهوة، يعني ما حسيت انه في سر مهم وفظيع لحتى اخبيه؟ هلا صار في مهم. كانه عم تحسسيني انه عم ساوي شيء مانو منيح؟ لا كثير منيح انه انت وياه تطلعوا تتعشوا. يعني شو فيها؟ ولا ما بصير اطلع؟ ولا ليكون عم تحاسبيني؟ لا 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 ماما انا ما عم حاسبك ولا شيء، اعملي اللي بدك اياه. يعني
فهمت عليك. انت شايفتيها مو حلوه بس انه تطلعي اوكي ما في مشكله. في مجال ما تحكي معي بهي الطريقه؟ طيب من وين بتعرفي؟ قلت لك قبل بمره انه هو اخوه لرفيقتي وكان مسافر وبس ورجع من السفر وبده يستقر يقعد هون. أو أنت ركضتي فورا؟ لا ما ركضت فورا. لكن شو؟ عزمك على القهوة وطلعتي ولا عزمك على العشاء وليكك طالعة؟ هاد شو بيسموه؟ ما هيك صارت القصص. بعدين هاتي لنشوف. أنسمونا كيف بتحبي العالم تتعرف على بعضها؟ مو ضروري تعرف عليه. كل الكلام يلي عم بتقولي غلط. لانه ما انا ركضت وراه، هو اللي ضل شهرين راكد وراي. اه وانت ما حبيتي تضيعيه من ايدك ما؟ لا مو هيك. ماما مشان الله، الله يوفقك، اعملي اللي بدك اياه. خلص منيح؟ الله يرحمه ويحلل الو. طلعت تتعشى معهم. كذب. هي الظهر قالت لي. وليش ما حكت لي؟ شو بعرفني انا؟ بس ما قالت لك ما تحكي لي. طبعا لا. وهي هلا معهم؟ ايه. رح اتصل فيها بالجكارة. لا. واعمل حالي مو درياني واسلبها عليها شي نص ساعة. والله بتعمليها؟ اكيد ما بعملها. ماهر قلب بده ولد. بالله؟ اي فورا. يعني غيرتي رأيك فيه؟ اكيد لا. فكرت. بكره بنلتقي؟ ماشي. يا لطيف شو جاي على بالي اتصل فيها واسلبها عليها. يلا باي. باي. النور كيفك؟ تمام الحمد لله. وين بتحبي نروح؟ على ذوقك. خلص طالما على ذوقي رح تنبسطي. اهلين موني. حكيت لك؟ ايه حكيت لي. شو رأيك؟ بشو؟ طلعت اليوم. والله فرحت لها كثير. يعني شايفتيها حلوة؟ عم اقول لك فرحت لها كثير. ما فيها شيء ما؟ لا طبعا ما فيها شيء ابدا. طيب ماشي. باي. خير؟ شغلة ما لها أهمية. من ايمتى تحكي لي بس الشيء اللي له اهميه؟ انت بتعرف من ايمتى؟ ما عم افهم شو بدك. بدي نرجع مثل الاول. اول ما كان عاجبك. انا مو عاجبني؟ انا؟ طبعا ما كان مكفيك. كانت سعادتك ناقصه. وهلأ لما المفروض تكمل سعادتك كمان مانك رضيانة. أنا شو بقدر أعمل؟ لا تعمل شيء. أبداً لا تعمل شيء. Thank you.
على اي مطعم رحتوا انتو؟ بعدين بقول لك هلا ما في. ليش ما فيكي تحكي هلا؟ لا ما بقدر احكي. ليش؟ لا قول بس خلص بعدين. نامي. ايه؟ لا تضلي سهرانه. يلا باي. طيب ماشي باي. هي العزيمة؟ ايه هاي هي العزيمة. يعني اجا الاكل؟ جابوا هلأ جابوا. يا الله يعني مطولة. لا طيب ماشي. هلأ الساعة 11 الا ربع، يعني 12 بتكوني بالبيت. ايه طيب ماشي، معناته ما احنا رح استناكي. باي. ماما لا تنسي تجيبي لي معك شيء طيب. خلص. ايه والله يمكن صعب. يا الله ماما كل مره بتجيبي لي شو تغير اليوم يعني. خلص. ايه طيب ماشي يلا باي. باي يلا باي. لا تطولي. باي ماما. اسمحي لي بهالموبايل اذا بتريدي. ليش؟ هلا بلكي صار معه شيء. نعتبر حالنا بالعام 1990 ولا في موبايلات ولا في شبكات تقطيب. هاتي. لا هلا بنشغل بالي مشان الله. لا بتحكي مع خالاتها. بس لا والله لا، خالتها الوحيده اللي كانت تنقى عليها بنصاص الليالي هي سلمان. هلا سافرت من بعد اذنك. فضي لي ذهنك من كل شيء اذا بتريدي، وحاولي لساعة ونص نعزل حالنا عن العالم الخارجي. تفضلي. يلا. ريلاكس. ايه. هاتي لشوف. شو كنتي بدك تقولي؟ الو
مرحبا عمو فادي. اعطيني خالته عايده. اهلين مرا. لحظه عايدة. منى. نعم. عجبك؟ طفت موبايلها. بلكي كان خرج تغطيه. لا اكيد لا. هلا مش رح حكيت معها. كم مره صرتي حاكي معها؟ يعني مثل العاده انا بدقدق وهي ما بتطفي موبايلها. بس هاي المره مو مثل كل مره. صح. المرة لازم تنسى انه عندها بنت. ما باي منى. جد كثير انبسطت لهم. شكرا. عفوا. خفيت. يلا باي. قلتي لي بترجعي الساعة 12 وهلا الساعة 1، إذا شافوك الجيران شو بدهم يقولوا عليكي؟ والله اللي ما بحبونا رح يقولوا فلتانة، بس اللي بحبونا رح ينبسطوا لي. على كل حال أنا حالة اتصلت فيني وقالت لي أنا رايحة على اللاذقية وأمي رايحة معهم، وإذا أمي رايحة معهم فأكيد أنت رح تقبلي. بس نحن ما هيك اتفقنا. قصدك انه انت بيصير وانا لا، ما؟ ايه انا بيصير وانت لا، وروح على اللاذقية ما في. يعني مين بده يجيكي من عند الصباح يا فتاح يا عليم؟
وجايبتي لي بسكوت؟ اجوني سكبه قسمتهم بالنص. ها ها من وين بقى اجتني سكبه؟ بنت حمايه اجت لعندي اخذتني ورجعتني. ومن ايمتى كنا وشها مسترقعنا بعدين؟ قال شافوني بمنامه. هي لما شافت امها بالمنام قالت لها يو ليش ما عم تروحي تزوري مرت اخوكي؟ وهو هيك مع انها حماتي الله يرحمها ما كانت كل هالقد تحبني وتاكل همي، بس على ما يبدو بعد ما ماتت غيرت رايها. وانت ليش لا تروحي؟ وليش حتى ما اروح؟ لانه ما كان لازم تروحي. لا لانه ما كان لازم اتركك لحالك. لا لا ايه، وانك مستفقتي لها لسلمى وضايجه لحالك بالبيت. بتعرفي حاسه حيطان البيت عم تبكي، وانه بدك سلمى تضل قاعده بجنبك. لا مو هيك، انا بتعرفي كنت فيك اليوم الصبح وحضرت طبخه قبل ما ترجع من المدرسه، وبعدين فيق بكير قبلها حتى احضر لها السندويشه وكاسه الشاي مشان ما تروح على ريق بطنها، وبالليل حضر السفره واقعد انا وياها. ايه ويا عيني تقعد تحكي لك ايش صار معاها بالمدرسة. لا ما كانت تحكي، بس انا كنت حاسة ساعتها انه في حدا عايش مشانه. هلأ صرنا انا وانتي زي بعض. انتي تعودتي. لا انا ما تعودت، ولك ما حدا بتعود على هالعيشة. انا انجبرت. اذا بتحبي الشغلات الانتيك في عندنا بس. الو صباح الخير. صباح النور عيودة. هلا خلينا نطلع مشوار برات الشام. شو عاد ما بدا بدك تغيري التقاليد مشان يزن يشم هوا نظيف؟ اي شو عليه، مو غلط. تكرم عينك حبيبتي. انا هلا بتفق انا ورويدا ومنخبرك. اوكي طيب لا تطولي علي، عم بستنى جوابك. ايه ماشي يلا باي. ماهر يلا حبيبي قوم. قد ايه الساعة؟ 9:30. أنا ماشي. حبيبتي بس فصلي على المكتب دقيلي مشان تشوفيني إذا فقت ولا لا. طيب. ماهر شفت مفاتيح سيارتي شي؟ لا. ماهر شو هاد؟ خلاص رويدة خليني نام. مو قبل ما تقلي شو هاد؟ شو هاد؟ آية الكرسي. ايه لقيته بالعيادة. وليش حطيته بجيبتك وجبته على البيت بدل ما تتركه بالعيادة إذا حدا سأل عنه؟ ما بعرف شو خطر لي وقتها. ما بتعرف؟ أنا بقلك هاد جايك هدية وخبيته بجيبتك، وأنت متأكد إنه أنا ما بد إيدي ولا بفتش بجيوبك. يعني هلا انت من جديد صرت تفتشي بجيوبي؟ لا كنت عم دور على مفاتيح السياره وبشكل عفوي حطيت ايدي بجيبتك للاقي الهديه. هذا مو هديه. كذب. طيب شو اعمل لك لحتى تصدقني؟ ما تعمل شيء لاني ما رح صدقك. شو يا مدام، مو عساس ضايعين مفاتيحك؟ هدول احتياط.
حقق أحلامك مع طب بلكي حدا بالفعل مضيع السلسال بالعيادة وهو لا ما كان جابه على البيت أكيد هدوه إياه وحطه بجيبته أيوة يعني هو ما خطة لك أنا بحياتي ما بديت إيدي على جيوبي ولا خطر لي حتى فتش ولا دور غير عن مفاتيح وبالصدفة هيك بيطلع بنطلونه بوشي بقلب الغرفة قلت يمكن حطه بجيبته ونسي وهيك اللي صار فادي قال أنا اللي تغيرت ايه ما عاد هو نور عيونك التنتين صار بس نور عين وحده المهم انت كيف كانت سهرتك ممتازه كثير كانت منيحه لولا العشرة آلاف تليفون اللي دقت لي يا تمونا قام اخر شيء عدنان داق خلقه وسكر الموبايل بالمره برافو عليه لا مو برافو انا حسيت انه ما بحق له يسكر التليفون وبنتي عم تتصل فيني لا يمكن هو كان يستنى انه انت تحسي على حالك وتطفيت لك عم شافك بدك تقضي السهره كلها على التليفون تصرف ان شاء الله والله بعرف دقرت ما قدرت هلا هو كيفه معي سهل كيف يعني سهل يعني هيك سهل المنال لك يا حبي سهل المنال هي بيقولوها للنسوان لانه الرجال اصلا مخلوقين ليكونوا سهلين المنال ايه كلهم ما عدا جوزك يا علينا على جوزي بصراحة أنا عم فكر أقصر وليش بقى؟ منى كتير اتضايقت مبارح طيب إنه أنت ضروري تحكي كل شي لمنى؟ شلون مو ضروري؟ أصلاً منى بتعرف إنه أنا وين بروح وين بيجي حتى إذا بدي أطلع أتعشى لحالي بالصدفة بدها تعرف مع مين؟ لما عدنان طفى الموبايل حسيت حالي حسيتي حالك كثير حقيره ومنحطه لانك طلعتي سهرتي ما إيه خلص بقى خليها تعمل اللي بدها اياه لنشوف شو بيطلع بايدها معزومه على البحر طالعه مع يارا واخوها اجت سالتني قالت لي في مجال روح قلت لها لا هلا هي بالاول ما حكت شيء بس بعد ما رجعت من السهره طلعت فيني بمنتهى الوقاحه هيك بنص عيني وقالت لي رح روح وما قالت لك ليش انت بيصير وانا لا طبعاً قالت لي إيه ليلى أنا بيصير وإنتي لا ولما بيصير عمرك 18 سنة بتعملي اللي بدك إياه بس هاد مو عدل بلا هذا العدل هلا أنا كان ممكن أقول له لفادي يحكي معه بس الحقيقة نحن ما عم نحكي مع بعض إلا الشيء الضروري بس طب شو بده يقول لفادي يعني ما تغاري من أمك أصلاً أنت بتعرفي إنه لسانها بسبع شطلات يعني إذا بيحاكيها رح تقول له ليش أنت عمه ما بتغار اسأل حالك الو سلومه ولك اهلي سلمى ايه سلمى لك عم بحكي مع عايده ورويده ايه نحن مع بعض قاعدين بالقهوه لا ما لنا قاعدين بالقهوه مغيرين لانه عايده خانو قالت انه حابه يزونا يطلعوا يشرب هوا بتعرفي ما فينا على زعلان عن شو عم تحكوا يعني عم منفش قلبنا لبعض عم تشوفي لعدنان هلا كنا عم نحكي بالسيره خلص بس لصير بالبيت انا بحاكيكي ليش هلا ما بتقدري؟ يعني ما رح اقدر اخذ راحتي وحاكيكي مثل العاده ولا قصدك ما بدك تحكي معي؟ لا حبيبتي مين قال هيك؟ هلا انا صرت ما بدي احكي معي؟ انتوا الثلاثه ببساطه هلا بتكونوا قاعدين متسلايين مثل ما كنا نقعد من زمان ما بدك يعني الهيكي واخذ من وقتك بعرف لا والله مو هيك القصه من وانا وصغيره كنت دائما ثقيله عليكم حبيبتي انت ليش هيك عم تحكي انتوا طول عمركم ما بيهمكم امري شو يعني شو طالع بايدنا نساوي شو طالع بايدنا نعمل
انت بس قولي لي شوفي شبهها. لو غالي عليكم ما كنتوا خليتوني اتجوز هيك شواذ. ليش صاير شيء؟ ما صار شيء ابدا. ما فيكي تتخيلي قديش ما صار شيء. جلال عم بيضايقك شيء؟ ابدا. عم يعمل كل جهده حتى انسى وجوده. كيف عم تقضي وقتك؟ هلا بحكي لك كيف عم بقضي وقتي. اليوم مثلا فقت قعدت لعبت بالبازل يلي طلبت من جلال يجيب لي اياه، يلي طبعا ترك لي اياه بالكوريدور. ولما مليت ودعخلت كثير وقفت على الشباك وتفرجت على البحر من الساعة 9 للساعة 1:30. طيب ما تعرفتي على جيران جداد؟ طبعا ما تعرفت على جيران، لأنه مو معقول روح دقدق عليهم البواب وقول لهم مرحبا. حتى لو كان معقول أنا ما بدي أتعرف على حدا، لأنه هدول العالم كلها هدول ما بيهموني. ليش هيك عملتوا فيني؟ الله يسامحكم. طولي بالك. أنا مطولة بالي، بس أنتوا عن جد الله يسامحكم. عم تقولي فاقة من الساعة 9 الصبح حاطة هالبازل قدامه وقاعدة عم تلعب، كل ما يضيق خلقها بتسحب حالها وبتطلع بتقعد على البرندة بتتأمل هالبحر، وبيرجع بيضيق خلقها وبترجع لنفس اللعبة. طيب شو بدها أحسن من هيك؟ رويدا بلا غلا زلت مسخري. والله ما عم بتمسخر، بس إنه احذروا شو قالت لي. شو قالت لي؟ ليش هيك عملتوا فيني الله يسامحكم؟ طيب ما قالت لك جلال كيف؟ قالت لي إنه عم يعمل جهده لحتى تنسى وجوده.